سي صادق السويسي مرحبا بك، كيفاش تعرفنا بروحك؟ صادق السويسي وكيل شركة ماجيك سكولتور، هذه شركة تصنع كل ما هو نحت على البيتون على الرخام، تعمل كل ما هو شلالات نحوت أجسام طبيعية، كل ما هو منحوتات تخدم على البيتون وعلى الرخام. صح. معنا زادة سي محمد بن عبد اللطيف، كنت قنش تقدم من روحك زادة؟ محمد عبد اللطيف من دار شعب الفهري، نقاش على الحجارة، حجر قابس، حجر دار شعبان، كل ما هو معناه حجر نجم ونحتو، سواء كان عرس ولا أقواس ولا تغليف فيراندات ولا فنارات كيما هكا تشوفها وزيت متاع ذو، كل ما هو معناه من حجر نخدموه وريقلوه، فهمتني؟ تسقلوه كيما تحبوه؟ الحجر فيه اللي يتسقل وفيه اللي ما يتسقلش، فهمتني؟ خاطر الحجر فيه نوعين، فيه اللي يتسقل، حجر قابس يتسقل، وحجر سلقطه ما يتسقلش. انما كخدمه اي حاجه كيما تنظر لذيه معناها بانو كيما هكا والا تحب على نافوره كيما هذه، معناها كل نخدموا ونريقلوا، فهمت؟ هذا الحجر هذا ما يتسقلش، هذا يتسقل، فهمتني؟ يعطيك الصحه اخويا محمد. نرجع ليك سي صادق، مشاركتكم في السيزيام جورني دو ليموبيليه كيفاش نجموا تقيموها؟ مشاركة طيبة وأجواء سمحة ياسر، من الزوار كله، من تنظيم طيب، الناس كل بارك الله فيها. عايش كاتك الصحة. سي صادق خلق قناة تلفزية مختصة في العقارات، تونس العقارية تي في، شنو تنظم تضيف للقطاع بصفة عامة؟ والله هذه تنجم تضيف لنا حاجة مهمة ياسر، اللي هي تشوف لنا حكاية الطاقة هذه، تعمل معنا دعم في الطاقة. الطاقة مشاكل، احنا المهنة الصغرى هذه مشاكلها في الطاقة والكهرباء والغاز والحكاية هذه، خاصة في الكهرباء. هذول تنجم تقربكم أكثر للمواطن؟ وتقربنا للمواطن وتقربنا للشركات أي تخلق آفاق جديدة إن شاء الله، خاصة على نطاق الخارج. يعطيك الصحة سي صادق، يعطيك الصحة سي محمد على مشاركتكم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك، تشكر، بارك الله فيك.